الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. الله يمسي راعي الحفل بالخير، والله يمسيكم جميعا بخير. والشعر له مبنى ومعنى وتفسير ويحللوه أهل العقول الكبير، وحيث بن فايز من كبار المقادير وذخيرة اللي فاقدين الذخيرة، شيخ البواسل قاهرين الطوابير درع الوطن يوم الظروف الخطيرة. شيخ البواسل قاهرين الطوابير درع الوطن يوم الظروف الخطيرة، مثقال قبله محد الدرب للسير، وعاكف مشاها ما تعثر بسيره، وفيصل على دربه بحكمه وتدبير، سيف مشرع ماسكا في جفيره. فيصل على دربه بحكمه وتدبير، سيف مشرع ماسكا في جفيره، جبل شموخ وما تهزها عصير، وعلى الوطن عنده حميه وغيره، واذا نخيته ما يسوق المعاذير، يقدم على حل الصعاب الكبيره. بصيدة المناسبة الوطنية تحملون شوي مشوار بعيد. في يوم الاستقلال هذه قصيدة كتبتها من نبض دم الشرايين، من منطلق حب الوطن بالعقيدة، عقيدة الإيمان بالشرع والدين، وهذا الوطن بالكون درة فريدة بعزم الرجال المخلصين الوفيين. هم عزوته يوم الظروف الشديدة، وهم فزعته يوم اختلال الموازين، ويوم الظروف الآمنة والرغيدة ياكل بخيره كاسرين القوانين. كم خائن يوم الأمر صار بيده يضرب بسيف الغدر رؤوس الوفيين، والله يشهد والحوادث شهيدة، إن على عهد الوفا مستميتين. عش يا وطن رغم الظروف العنيدة، في ظل راية عمدة الهاشميين، تحت قيادة هاشمية فريدة، في وسط رجات الفتن والبراكين. ويالله يلي كلنا من عبيده، تحفظ وطننا من شرور الملاعين، وتحفظ وطننا من تحفظ ملكنا من شرور المكيدة. عبد الله الثاني سندنا أبو حسين، زعيم دولة والسياسة رشيدة، يخاطب العالم بعقله وبراهين. عبد الله الثاني كريم البديدة اللي من دونه حايل البلاعين. عنه يرد صوت كل من هو يريده، ويصوروه انه بصف المعادين. يا ابو الحسين الوضع مثل الحصيده، وحامت بساحات الكرامه غرابين، وحول الحصون الشامخه والمشيده تحفر ثعالب بالعين الملايين. والشعب واعي والمخاطر عديدة، والكل يشعر باختلال الموازين، واهل الفساد وفاسدين العقيدة جرادهم افنى خضار البساتين، وتحت الرماد الجمر ظاهر وقيدة، وينفخ عليه الحاقدين الخبيثين، حرب الخفية والوساي العديدة. والشعب مستهدف بكل الميادين، يا ابن الهواشم والاصول المجيدة افزع لشعبك وانت خيله يا ابو حسين، ويا راعي البلهى المواجع عديده، ومن ظله الهدله حدونا الملايين. السلام عليكم.